مرة أخرى ألتقيكم أحبتي متابعي فضائية الأيام، ويوم جديد من أيام المونديال. تابعونا. أسود الأطلسي يمرون للدور الثاني بصدارة المجموعة F بسبع نقاط بعد تأكيد الجدارة بختام مواجهات الدور الأول والفوز على كندا بهدفين لواحد، فيما حجز المنتخب الكرواتي البطاقة الثانية بعد تعادله سلبياً من دون أهداف مع نظيره البلجيكي. وفي المجموعة E لا يزال المنتخب الألماني يمسك بطوق نجاة وهو يواجه منتخب كوستاريكا بحثاً عن الفوز، وتعثر اليابان أمام المنتخب الإسباني في المبارتين الدائرتين الآن. مساء مونديالي من فضائية الأيام. كان ذلك فاصلاً بأبرز أهداف يوم أمس. كرواتيا الوصيف السابق تأهلت وصيفاً لمجموعة المنتخب المغربي. دعونا نتابع أهداف المنتخب الكرواتي في سبعة مشاركات منذ العام 98، منذ أن تمزق الاتحاد اليوغسلافي وكرواتيا انفردت وهي لا تزال تواظب على التواجد في المونديال. أهداف كرواتيا. مساء كروي يتجدد معكم أحبتي عبر فضائية الأيام. رحبوا معي في الاستوديو مع محللي برنامج أيام المونديال الأستاذ خلف حسن كريم والكابتن اللاعب الدولي السابق نعيم صدام. تحياتنا إليك وإلى كل الجمهور اللي يتابعنا من قناة الأيام في برنامج ليالي المونديال. تحياتي للعزيز أبو جنة. تحيات كابتن إليك ولجميع مشاهدي أيام المونديال. آخر يعني قبل ما أتحدث إليكما، آخر الأنباء تتحدث عن تعادل اليابان، ولست أدري ربما سجلت الثاني، يعني عفار ما فار ما أعرف، يعني عفناهم هسه 1-0 والثاني معلق. يعني احنا شاهدنا الشوط الاول ويمكن متفقين كنا انا والاستاذ كابتن خلف على انه الفريق الياباني ممكن يحدث المفاجاه، يعني رغم انه تفوق الفريق الاسباني فنيا كل الامور هي تجري لصالح الفريق الاسباني، لكن اعتقد انه الفريق الياباني قادر مثل ما قدر يقلب التاخر مع المنتخب الألماني من نتيجة 1-0 وقدر يقلبها في الشوط الثاني الآن يتفوق بهدفين. فأعتقد أنه موضوع وارد، أنا يمكن حتى البارحة بحديثنا قلت الفريق اليابان ما راح يكون سهل للفريق الإسباني في اليوم. نعم، قبل ما أنتقل إلى مباراة كرواتيا وبلجيكا، أعتقد فريق يقلب يعني تخلف أمام منتخبين بحجم ألمانيا وإسبانيا يستحق المرور على أقل التقديرات إلى الدور الثاني. كرواتيا بلجيكا، ماذا سجلت مفكرة خلف كريم؟ طبعا المباراة كانت صعبة على الفريقين، بلجيكا محتاجة الفوز، كرواتيا محتاجة التعادل على الأقل حتى ترافق المغرب. المباراة المغرب لعبت بيان واحد، وبالنتيجة قد يكون الشوط الأول كان شوط متكافئ لكل الفريقين، لكن الشوط الثاني الفرص الحقيقية اللي اجت لفريق بلجيكا كانت يمكن قد يكون بطل المباراة بإضاعة الفرص اليوم لكوكو. يمكن مو فقط أضع فرص سهلة للتسجيل حتى يودي بلجيكا للدور الثاني، وإنما كثير من الكرات كانت في طريقها إلى المرمى كان هو حايد صد. يعني اليوم ما يمكن أنا وجنة تكلمنا قال لي كابتن هو حايد من إصابة، فعملية إحساسه بالكرة بعد اللي حد الآن، يمكن إحنا بالمباراة اللي قبلها شاهدنا بالشوط الثاني بديل، اليوم المدرب بدأ به، لكن هل المباراة يعني المباراة كانت بالشوط الثاني مباراة رائعة جدا، فرص حقيقية للتسجيل موجودة. إذا مرينا على الهايلايتس بالنسبة للشوط الأول يمكن راح نشوف بيها مع الأخوة هدف ملغي، فرص حقيقية للتسجيل. فالمباراة كانت محتاجة، البلجيكا محتاجة الفوز. نعم، بين ما تتهيئ الهايلايتس أريد أسأل نعيم، هل يعني أنه بلجيكا المصنف الثالث يعني لوكوكو وإن لم يكن انتهى الموضوع؟ لا أكيد المنتخب البلجيكي من الفرق اللي قدمت مستويات، وأكيد مثل ما تحدثت أنه المستوى الثالث ما يليق باسم بلجيكا وبهذا الأداء اللي قدمه في المونديال. لكن أنا أعتقد حتى التصريحات
هازارد ديبو أعتقد سبقة هذه المباراة حول الفريق. قال هذا الفريق ممكن يكون آخر مشاركة إليه ومو بالقوة اللي كان قبل سنوات بيها، فما أعتقد راح نعبر. لو نرجع الآن معدل أعمارهم عندنا الإحصائية، يعني أغلب الأعمار فوق الـ 33 وطالع الحد، يعني أعتقد أكثر من 14 إلى 15 لاعب هم فوق الـ 33 سنة والأعمار اللي موجودين. أنا بس أرجع الشغلة الكابتن تحدث إنه حول جاهزية لوكوكو، يعني لو اليوم لوكوكو جاهزية تامة على الفرص اللي سنحت إليه، مع العلم إنه أشرك في الشوط الثاني، أعتقد كان هو الآن هو هداف المونديال. يعني الفرص اللي اتيحت إليه بالدقة يمكن خمس فرص محققة، يعني مو أنصاف الفرص، فرص سهل. تكاد تكون المرمى خالي من حتى من حارس المرمى، يعني ممكن أنه لو استغل الفرص اليوم اللي واصلته بشوط واحد بشوط واحد كان ممكن يكون هداف المونديال الآن هو. خلينا نشوف يعني أبرز ما سجلته إنه، ويعني هي تقريبا اللي اجتمعت عليها يعني مجمل المتابعين. خلينا نشوفها بالشوط الأول، يعني هذا المنتخب المصنف الثالث، وهي كرواتيا اللي شفنا المجد الكروي، يعني الشوط سبع الأول مشاركات. أنا أعتقد الشوط الأول كان متكافح حتى من ناحية الفرص، يعني نوعا ما نقول فرص أكثر من ثلاث فرص أربعة خاطرة جدا للفريق الكرواتي، وأيضا قابلتها نفس أعتقد الفرص اللي قريبة نقول من الهدف للفريق البلجيكي. خلف شلون يعني هذا يعني شلون شلون ممكن يعني انا يعني دائما اعود الى قضيه يعني يعني كيف يتم تصنيف الفرق؟ يعني انا السنه اليوم شفت المنتخب البلجيكي وحتى المباراتين السابقه يعني لا يستحق ان يكون ضمن الاول 20 فريق بكل تاكيد، يعني هذا كلام شلون يعني هذا الفريق الثالث هذا يعني كلامك منطقي، وانت حتى الاحصائيات اللي تكلم عليها الكابتن ابو جنة انه فريق يمكن اذا انتهت هذه البطوله يمكن معظم اللاعبين يسرعون من المنتخب الوطني، إذا تكلمنا على هازارد ولا لوكوكو وكثير من اللاعبين. تجيك أنت تريد تحسب طبعا على مدار عام أكثر من عام إنه هذا الفريق هذه ضربة الجزاء المركبة اللي هي خطأ مركبة. خلي نشاهدها، إحنا نتركها اللؤي يعني خلي نشوفها نسولف بها رأينا وننتظر مداخلة حكم أيام المونديال الكابتن لؤي صبح تحياتنا. فهذا هدف هو سجل ضربة جزاء، هو ضربة جزاء يمكن احنا تكلمنا هل هي ضربة جزاء نتيجة الاعثار المتعمد ام التسلل؟ هنا هي مركب، خطأ مركب. اي هو عاتها بداعي التسلل. نعم التسلل الذي سبق مو هذا السؤال هذا مو هذا السؤال بالكتف فقط ابو علي. نعم. مو هذا السؤال، هو احتسابه للجزاء نتيجة الاعثار. نعم بس مو تسلل، يعني مو تسلل. فمن رجع للفار ولقى التسلل لقى لا ترى قبلها ترى اوفسايد، بس يعني انا اتحدث عن الاعثار. نعم صدام يقول مو اعثار، نرجع لويله اي سولف ان شاء الله، قال يعني ماكو مس مباشر. عموما مجريات الشوط الاول يعني لم تفصح عن فارق كبير بين اداء المنتخبين، يعني حتى نسبه الحيازه بين الفريقين قريبه جدا آه. يعني قريبة كانت هذا الشوط الثاني نعيم واللي سجل بعد نزول لوكوكو، يعني الشوط الثاني بعد نزول لوكوكو انا اعتقد انه نوعا ما صار وهذه الفرصه اللي قبل تحدث عنها تحدث انه شوف المرمى خالي حتى من الحارس المرمى، يعني تهيئت فرصه ما ممكن بلاعب بحجم لوكوكو يضيع هيك فرص لو كان في جاهزيته. انا اعتقد شوف هذه ايضا هم حارس ما موجود فارغ، يعني هدف الكرتين الحارس ما موجود بالهدف، الاحساس هنا شوف يمكن هي اللي حدك تتعادل مع المانيا بهدف لهدف واليابان تتقدم على اسبانيا. اليابان راحوا اليابان نعم الى حد الان لحد الان. المنتخب الالماني لا بس يعني راح اقول لك المنتخب الالماني خلق لك شيء يعني منتخب الالماني لا تطمن على ما يوصل الحكم بيتهم هذا الالماني هم اخر ثواني هم ما يعرفوا ما ينحزرون. فاعتقد هاي دائما الاخبار تقطع سلسله الافكار يعني تعطينا وسجل اعتذاري فنيا
ولكن ما انا اريد اتواصل مع الجمهور. لا لا انا قصدي اقطع عليك. لا 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 هذا بالعكس، هاي المعلومات اللي زودنا بيها دائما تخلينا بالحسابات انه كوست، لان انتم راح ترجعون تسولفون عن المباراه اكيد اكيد يعني, يعني من الامور المفاجئه انه كوستاريكا ممكن تحقق، ولو انه احنا قلنا هذه كره قدم لكن وفق المعطيات انا اعتقد المانيا هي اللي ممكن راح تمشي الى حد ثاني. تودع ولا تبقى؟ ما اعتقد تودع. انا بس انا راح اقول لك شغله واحده، ما اعتقد. يمكن انا واحد من المعجبين بالمنتخب الياباني. نعم، اول مباراه منفاز على المانيا. نعم، كانت فرصته بالتاهل. شوف هاي الفرصه الثالثه. كانت فرصته بالتاهل للفريق الياباني على حساب كوستاريكا وياخذ نقاط السته ويتاهل من الدور الثاني. نعم، هو فرط في هذا، هو فرط بالفوز على فريق كوستاريكا، ولهذا هو اليوم يفوز. يعني يفرط مع كوستاريكا لا إيه؟ ويسقط هو اسبانيا والمانيا. هو فاز على الاقوياء وخسر مع الضعفاء. نعم، وهذا يعني اذا يعني صعب، اذا راح ثاني يعني اذا راح بطل راح تكون مواجهه صعبه يمكن امام المنتخب الكرواتي. والله ما قصر امام الفريق الكرواتي، الفريق الياباني اللي يقدم فرق. يعني المغرب راح تجي يمكن اسبانيا بهيك حاله اذا صعد الاسباني المستوى الثاني، وهذا هذه فرص اخرى لكوكو المبدع يعني في التشتيت والدفاع. يعني ابدا ما كان محظوظ. انا قلت هاي يمكن شوف حتى هم الحارس ما موجود، يعني الاحساس بالكره بسبب ابتعاده مده طويله عن المنتخب والمشاركه. انا اعتقد هذا السبب. ما كان نعيم مشاركته في مباراه سابقه يعني اجدى اشرك هو طبعا بالضروره هو فتره جدا قصيره جدا دقائق بس، مجرد انه رجع. شوف احنا هسه ايش قد هو ضيع، شوف كم كره ضيع خلال شوط واحد، اربع اهداف من وراء المتابعه مال ذيك المباراه الى خمس اهداف، يعني من خلال شوط واحد فقط، شوط واحد ضيع خمس اهداف يمكن لا اربع اهداف. يعني هذا مو ينطيك انطباع ودلال انه ايش قد ثق لوكوكو بالمنتخب البلجيكي. نعم، يعني هذا الشوط اللي لعبوه الشوط الثاني يمكن من افضل، يعني استحال هذا الثقل الى معادل سلبي في ضوء هذه يعني هذه الاهدارات يعني غير المعقوله. يعني لاعب يعني يعول عليه منتخب بلاده أنا أن يسجل. هو لو لم يعول عليه ما كان أشركه، وهو يمكن حتى عدم جاهزيته 100%. ما هذا أيضا خطأ. اضطر أنه يعني البديل اللي يعبيهم مباريات السابقة ما كان في مستوى الطموح. بس أكو فيديو كليب. نعم، راح نشاهد حالة إحنا. نعم، ويا الجمهور. نعم، اللي هي بالشوط الأول وراح نمر عليها مع الأخوة. الفريق البلجيكي امتلك الكرة أكثر من دقيقة استحواذ، لعب حوالي 22 مناولة. هسه نعم، راح نروح مع الأخ. ماذا ما ينطي انطباع ما يخالف بس شوف خلف يعني هاي تكررت الحالات إلى 30 مناولة إلى دقيقة ونص. لا أنا مو هذا الموضوع، ما أنت بس خليني أكمل. نعم، أنا مو هذا الموضوع. نعم، يعني أكو استحواذ بس بالمقابل اكو فريق دا يدافع بصوره صحيحه. انا اريد اوصلك لهي الحاله، يعني اي انا دا اوصلك لهي الحاله، لكن خلينا نشوف هسه هذه بالدقيقه 31 ونص، خلينا نشوف المناولات مشيه المناوله، خلت تمشي الكره هذه واحد من الحارس المرمى، هاي اثنين ويروحون جهه اليمين، هاي ثلاثه وراح يروحون لليمين اقصى اليمين اربعه، وراح يرجعون للوسط هذه خمسه، وراح يروح مرة أخرى للوسط ويروح على جهة اليسار ستة، هذه سبعة، والكرة بعدهم بحوزتهم هذه الكرة الثامنة. شوف الفريق الكرواتي شلون يدافع، هاي التسعة العاشرة. بس احنا نسب للصبح اذا ما يوصل للمرمى استحوذ. هذا الانطباع انا اشوف هذا شوف. الكروات افضل. هو ليش اقول لك هو اللي يعجزون بالوصول، هذا عقم في الاختراع. هذا بش يعني. هذا انا داعت. احنا بدنا نحكي على دولة، بدنا نحكي على الفريق اللي يدافع بساعته. شوف شلون يدافع صح. شوف نهايه الهجمه هسه ما راح يوصلون للمناوله 22، وشلون راح ينون الهجمه بطريقه تافهه جدا. والله راح اقول لك اياها هسه بعدهم لحد الان مستعودين الكره. شوف يعني انت تحتفظ بالكره في مباراه دوليه اكثر من اعلى بطوله اكثر من دقيقه ونص، هذه مو هينه. شوف راح تلعب الكره هنا، شوف شلون راح يلعبها بتفاهه، الهجمه كل شيء ماكو،
راحت ترفع الكره، المن رفعت الكره؟ مصلى سعد كل شيء. لا هو ذا نفس الحال يحكي عليه اداء عقيم استاذ. اكيد يعني هذا انه تنظيم الدفاع، تنظيم الدفاع الفريق على مستوى عالي جدا. واليوم شفنا يمكن مودريتش هو المحطه، رغم تقدم العمر 38 سنه، لكن شاهدنا ابو جنه راح اقول لك شغله وحده، شفت اليوم يعني الدفاع ماله والمحطه اللعب مهمه جدا كانت في ابو جنه. اهم هاي اليوم المباراه دي. اكو رجل ببلجيكا اللي هو دي بروين، واكو رجل بالمباراه انا اقول اذكى من يلعب كره قدم اليوم بالعالم، اليوم صاحب الحلول. صاحب الحلول، حلول يعني الحلول. يعني اوافق الكابتن انه قضيه انه التنظيم الدفاعي، ولكن هناك منتخبات على مستوى عال من التنظيم الهجومي، من الاختراق، من الاجتياح، اللي انت تقدر تخلق هاي الدفاعات. انت شلون تلعب يعني، شلون تصير الاول على العالم، شلون تاخذ الكاس وتروح؟ لو شوف اللي تقدر يعني هذه الحاله تربك هذه الخطوط الدفاعيه، نفس الحاله اللي الان اللي منتخب بلجيكا يستحق الخروج. تحدثنا عن تنظيم الدفاعي بعد نزول لوكوكو واصبح محطه مهمه. لو نشوف اكثر من حاله هجوم، اكثر من كره من تستلم، المهاجم يستلم تحت الضغط، مو اي مهاجم ممكن يحمي الكره. شفنا يعني لوكوكو كان محطه كلش رائع، يعني من اروع الكره في مناطق، من حرجه، مناطق حرجه، وكان محطه، وكان ممكن يكون محطه لربط، عمليه الربط لدى اللاعبين الوسط دي بروين اسمه كراسكو كان من اللاعبين مهم. كل هؤلاء اللاعبين هم اعمارهم فوق ال 30، لكن المحطه اللي بعد نزول لوكوكو يعني محور. انا اعتقد يمكن صارت اكثر من 6 فرص محققه لهم بعد نزوله، يعني اخترق، يعني معناها هنا اجت وسيله، وجدت وسيله لاختراق الدفاعات الاوكرانية. افتهم من نعيم انه لوكوكو هو محطه يعني للتجمهر، تجمهر الخصم ومنح الزميل، ولكن الفرص اللي اجت للوكوكو للتسجيل هي اكثر من صناعته للعب. هذا صحيح. شوف لوكوكو قال لك ابو جنه، لوكوكو محطه، سلمني كره وانا حافظ على الكره، هو عنده الامكانيه. لكن انا اقول لك وين الخطا، وين اخطاء المدرب اليوم؟ راس حربه وحيد بالجزاء هو لوكوكو، هو اجت فرص. الان اكيد اكو لاعب راح يكون مان تو مان يلعب ويا لوكوكو. لو كان مهاجم قريب من لوكوكو، مو مهاجمين اثنين مفتوحين على البعيد، اقول لك كان المهاجم الثاني يستفيد، هو اللي يسجل. يعني كان كراسكو يعني هم هذول اللي كان مفترض انا اقول كلش بعيد، كلش بعيدين، لان منطين الحريه التحرك. شفنا دي بروين يمكن يرجع للمناطق الدفاعيه يستلم خلف اشباه وسط ويبدي يبدي الهجوم، يعني حال مودريتش، لانه يعتمدون عليه بشكل كبير. يعني اجمالا وصف هذه المباراه كرواتيا، يعني انا مريت سريعا على الموروث الكروي الكرواتي، ويعني بلد نشا جديدا يعني بقياسات الرقميه لبلدان العالم، وصنع تاريخ كروي ثر وصار وصيف للنسخه السابقه. يمكن بال 98 في اول مشاركه ازاح المنتخب الالماني كما يفعل الان المنتخب الياباني. اعتقد النتيجه يعني تستحق ان تمنح درسا مجانيا لفيفا او للمصنف الثالث المنتخب البلجيكي. اكيد ما معرفه سمى الحسابات، يمكن على التنقيط على المباريات اللي خوضوها ومنح منتخب بلجيكا التصنيف الثالث عالميا، رغم انه الاداء الان اعتقد ما راح يحتفظ بهذا المركز بعد مشاركته في بطوله كاس العالم. خليني انتقل للمباراه الاخرى، المباراه المفرحة، المباراة التي يعني عززت من الفرح الكروي العربي، المنتخب المغربي بجدارة أسود الأطلسي، صدارة 7 نقاط، فوز على منتخب أنا أظنه يستحق الاحترام، منتخب الكندي برغم الخسائر الثلاث يستحق الاحترام، وانتقال سلس ويسير إلى الدور الثاني. ويعني أتمنى لهم يعني اليابان وليس إسبانيا، هيك أتمنى لهم يعني في المرحلة الأولى. والله أبو علي اللي يريد يروح يوصل للربع النهائي والنصف النهائي والنهائي هو راح يقابل كل هذه الفرق. إذا تشوف الفريق المغربي من لعب وفريق كرواتيا، هذا الكرواتي الفريق القوي لم يهزم، طلع 0-0. من الصعوبة أنه أنت تسجل، حتى اليوم الهدف اللي يسجل فيه مرمى هو نتيجة خطأ مدافع تغير اتجاهه. اول هدف عكسي اول هدف عكسي يمكن احنا دورنا هذه.
بالمناسبة الأوائل يعني. بالشوط الأول الفريق المغربي يعني هم ما غيروا من تشكيل الفريق، يعني بدأوا بمن؟ بياسين وأشرف حكيمي اللي هو على جهة اليمين مع زياش مسوي كل شيء حسب التشكيلة. نتيجة مفرحة، إيش واحد يباوع عليها يرتاح طبعا تريحك. وبالمناسبة هذا ثاني فريق أفريقي ينتقل بعد السنغال إلى الدور الثاني. والفريق بالمناسبة يمكن احنا الفريق الأسترالي الآسيوي الأول اللي لعب الملحق انتقل على حساب الأندية الأربعة الأوائل، وإن شاء الله يكون الفريق الياباني اليوم يدخل على حساب المنتخبات. فخلينا نمر على الفريق المغربي. الأسلوب نفس الأسلوب اللي انتهجوه بكل مباراة، نفس التشكيل محافظ عليه، سواء أنه من وصل الدقائق الأخيرة بدأت التبديلات. أشرف حكيمي يمكن غيره بالدقيقة 85. طبعا أكو رجل يسمونه رجل المباراة عند المغرب وشايل الفريق بأكمله، وقد يكون يوافقني الرأي أبو جنة، اللي هو سفيان مرابط اللاعب رقم 4. قد ما يوافقك الرأي. لا إن شاء الله. لا أنا أوافق، لأنه سفيان مرابط أنا حسب تصريحات أنه تحت أنظار المدرب ليفربول كلوب، وهو يورغن كلوب مراقبه من فترة طويلة، وأكيد راح يكون محط أنظار ضمن خياراته، من ضمن اللاعبين اللي متابعهم وواضع عليهم. يعني ربما سنرى مرابط في ليفربول ربما. نعم يعني زياش من تجي على هذا اللاعب رقم 7. نعم يمكن واحد من أذكى لاعبين كرة القدم بالمغرب العربي، اللي هو راح يسجل اثنين. خلينا نشوف بس خف المستحيل ما أقول. نعم هكذا نعم راح يصعدون يصيرون. نعم نعم لا شلون إيه فازوا على اليابان، يصعدون هم واليابان، هم واليابان ممتاز. نعم نعم يلا زياش هسه تقدر بعد ضيع زي هاي المتنعيم انت بعد حرجتنا تقول لي لا تقول لنا اقول لك لو ما اقول لك بعد لا اقول يا لا مو احنا هذا يعطينا انه دائما نحدد يعني المعلومات. انا اعتقد يعني خلينا بعدين نسولف على هاي اللعبه، خلينا نروح للفرح الايه، خلينا تنتهي وتنحسم، لانه اكو فقاعات اوروبيه جاي تتفجر متغيرات يعني لازم نسولف بيها. فقاعات المنتخب الالماني ليس منتخبا المانيا، والاسبان يعني انا عندي راي اخر نسولف بيها بعدين. زياش واحد من افضل اللاعبين يعني جهه اليمين بالنسبه للفريق المغربي، اشرف حكيمي وزياش يعني من جهه اليمين يفعلون كل شيء. طبعا عندهم مهاجم يوسف النصيري، خلينا نشوف هذا يمكن الهدف النصيري. لاعب مهاجم عندي شبيلي يلعب نعم دور الاسبان الشوط الاول هذا. فخلينا نشوف هاي النقلات للفريق المغربي. طبعا الفريق المغربي مو فقط بالحاله، طبعا هذا خطا الحارس، خلينا نشوف الحارس راح يسوي هنا. الكره المن زياش مسها وحده بدون شوف، لو واحد ما عنده هاي المهاره ايش راح يسوي؟ راح يخمد الكره. منتخب مجنسي المانيا عدل النتيجه الان. سوف يحتاج هدف واحد. خلينا نشوف الخطا هنا لو رجعها وقفنا الحاله، هي نفس الهجمة وقفنا هنا، الحارس خطأ مشي الحالة إلى أن توصل للزياش، مشي الحالة هنا زياش وقف الكرة. زياش لو ما عنده هاي المهارة اللي وان تاتش ألعب الكرة بالجول، لو هو خامد الكرة ممكن الحارس يرجع، ممكن مدافع يغطي الجول، ولهذا قال لك لا هاي الفرصة أنا ما أعطيها. ولهذا أول زياش كرة زياش أنت من زمان السولف أول مباراة لاعب تشيلسي زياش أفضل لاعبين تشيلسي، هذول كلهم يلعبون بدوري على مستوى عالي. أنتم ناس محللين بس أنا رجل متابع. هذا هدف ساذج، خطأ حارس. هذا الهدف يعني خطأ حارس بالفرق الشعبية يعني خطأ حارس. هي الأهداف شلون تجي عليه؟ الأهداف شلون تجي؟ كلها تجي نتيجة، تجي نتيجة أخطاء. نتيجة هي كرة القدم. وين صاعد؟ وين تناول؟ هي هي كرة القدم لعبة الأخطاء. أي فريق يقل من أخطاء خلاص هو اللي يأخذ البطولة. كابتن كابيتانو يا ريدراو. يعني عموما خطأ أنا خطأ كبير. في يعني خطأ كبير وكلفهم الكثير. يعني حتى بسيط. خصوصاً أشتت. خصوصاً في بطولات مثل بطولة كأس العالم. أنت ما عندك فرصة يعني أن تذهب بعيداً في البطولة. نعم. ليش تنطي المزيد من الأهداف؟ عموماً هذا الهدف. الهدف يعني الأول. الهدف الأول للمنتخب المغربي. بمهارة من زياش. نعم مهارة عالية. مهارة عالية بس. خطأ حارس مرمى أكيد.
على العموم يعني هدف يعني يسجله أبسط اللاعب. وهي لعبة أخطاء كرة القدم، ما ننسى أنه كلها الأهداف تجي نتيجة أخطاء. نعم، هذه يعني تعتبر يعني محاولة وليست فرصة يعني. لا محاولة. بس هم هسه راح بنفس الطريقة يدخل في مرماهم. نعم. هدف عكسي اللي أنت تكلمت عليه. أيه. عن طريق نايف أكرد، هذه كرة راح تروح إلى اليمين، هذه فرصة أخرى. فرصة هذه يعني خلينا نقول تعتقد تكون فرصة للمنتخب. بس خلينا نشوف الحالة الوراء اللي راح يسجلون من أتاه الفريق الكندي. هذه كرة بعد الهدف الثاني أعتقد بعد ما يسجل النصيري هذا الهدف النصيري سجله. نعم بعده سجلون الهدف منتخب كندي. هذا الهدف الثاني للنصيري، هدف متعوب عليه جدا. وهذا تكيف عليه هدف حلو، هدف أخذ بقوة ممتع يعني ممتع. انطلاقة وسرعة اللاعبين وتسديد قوي. هذا المهاجم اللي هو يوسف من جوائد الكابتن. يلا يوسف النصيري لاعب قريب يعني لعب الدوري الاسباني، تزيد على الزاويه القريبه يعني ما يسدد بها سرعه بها قوه الكره. اي لا هو لو يسدد على البعيده يمكن ان تروح بقدم المدافع. هذه فرصه اخرى هنا كان ممكن ان يسجلون الهدف الثالث. هذا فاول على المنتخب المغربي. على العموم الان المغرب في الدور الثاني سيواجه ارجع الى المباراتين الدائرتين الان. طبعا هذا نوقف هذا الهدف اللي سجل. هذا اللي سجل خطأ عكس هذا عكس اللي هو نايف اكرد. مجرد انه الكره في مقدمه قدمه راح نشوفها غيرت اتجاه الحارس، اخذ موقع انه يتوقع الكره راح يستلمها بهذا المكان. مجرد هسه قبل اكو ريبلاي من الصوره القريبه هذه، شوف مجرد مس القدم بوتشل محاولة للإبعاد، محاولة هاي أنا خلينا نشوف باطن القدم. هاي الحالة باطن القدم يعني في مقدمة باطن القدم. طبعا في بالمناسبة هذا الهدف الوحيد اللي يسجل في منتخب المغرب، وهو هدف عكسي. يعني فريق يلعب بالحالة الدفاعية بمجموعة تضم المصنف الثالث والمنتخب الكندي أفضل المغادرين يعني، والمنتخب الكرواتي الذي يستحق الاحترام. إذن يعني إذن أسود الأطلسي على موعد مع المونديال. والله نتمنى من كل قلوبنا يعني نتمنى إن شاء الله هذا أبعد ما يمكن. يعني على وجهة نظر على ما قدموا من خلال مباراة ثلاث ما اعتقد اكو مشكله. هذا الهدف الملغي، هذا الهدف الملغي. خلينا نشوف الشوط الثاني. هذا الهدف الملغي، الهدف الملغي بالدقيقه 47 47 المنتخب المغربي. هذا هنا على اعتبار انه الخمسه حجب الرؤيه عن الحارس، يعني مسائل تقديريه يعني. خلينا نتركها لؤي صبحي، هو افضل نسولف وياه. اي لانه احنا اختلفنا بها، سولفنا بها، شفناها يعني مرارا وما اتفقنا. يمكن من الصعوبة الحكام عندهم يعني رؤى خاصة. يعني أنا أتحدث عن نفسي، استفاديت هواي من لؤي صبح في كثير من عندهم قراءات نعم تختلف عما يعني يدور في ذهن المحلل الكروي والجمهور. يعني نستفاد هواي، يمكن قد يكون عندهم رأي آخر. لو نشاهد هاي أخطر الكور، أخطر الهجمات اللي على الفريق المغربي هنا. نعم هاي الدقائق الأخيرة، دقيقة 71 أعتقد. نعم. كان ممكن يجي هدف التعادل. إيه وعادها، وهاي يعني أساليب المستشعرات والفار يعني تمنح الحقوق لأهلها. نعم ما بعد لا يمكن الاجتهاد بهذه المواضيع. بس مسألة إنه في بعض الأحيان الكورنر الرمية أعتقد كثير يمكن نرجع نقول يمكن سجلت ملاحظة مهمة أنت. نعم شاهدناها يمكن أكثر من حالة أنه نعم. حالات زاوية واضحة بالإعادة. أي. لكن إصرار الحكم على أنه تمنح ضربة هدف أو رمية جانبية أو رمية بالعكس جانبية وبالعكس ما شفنا ما يعود للفار حتى ممكن تمنح وكأنه زاوية يعتبروها الحكم كأنه غير مهم. ما ايه يعني انا تحدثنا يمكن احنا بهذه الحاله يعني ممكن تكون خطره جدا هذا الموضوع. يعني ضربه الزاويه اليوم من يعني ينفذوها هجوميا
اكو فرق متفقين على حركات معينه تسبب خطوره كانها ضربه ثالثه. نعم. تقدم الحارس هنا نعيم يعني حسسني انه محتاج هدف حتى يتاهل المنتخب الكندي. لا هو هاي يعني هذه طبيعيه يعني كل الفرق تحس انه هاي المباراه في مونديال هي مباراه مهمه حتى وان كان فاقد الامل. سوى الجول الاول، الجول الاول بخطا منه، يعني يمكن احساسه بالخطا تجاه الهدف راد يحقق فد شيء او يجلب الانظار. اكيد اكيد الكل يسعى انه يسجل حضور في مونديال مثل كبير مثل مونديال 22، سواء الحارس مرمى كل اللاعبين حتى الفرق اللي ممكن خرجت بدون ان تحصل اي نقطه، كل جميع يحاول يشكل حضور مميز في هذا المونديال. هسه في ضوء نتيجته اخر ما اخبرني به مازن السريع ما يعني ما اعرف هسه يعني يبدو المباراتين هناك مجنونة. المنتخب مستعد. الياباني يتقدم يعني الآن أصبح 6 نقاط هو. نعم. في الدور الثاني آخر ما زودني به الزميل مازن السريع. نعم. مازن السريع ما شاء الله سريع جدا سريع جدا. والقضية الثانية أنه المنتخبين الألماني والكوستاريكي متعادلين، يمكن بهذا الوضع يمضي اليابان وإسبانيا يدا بيد. صح. اليابان وإسبانيا، اليابان بالصدارة وإسبانيا بالمركز الثاني. نعم. فارق ومنتخب متجنسي ألمانيا والمنتخب الكاستوريكي وحتى إذا إسبانيا عادت للمباراة وعادلت اليابان، اليابان تروح تذهب مع إسبانيا. إيه بس إذا ألمانيا سجل بأي لحظة تصعد سرعتها 3 هسه ننتظر صافرة الحكم. لا 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 ألمانيا اللي يروح اللي يروح البيت الألماني. يعني خليني أرجع إلى أبرز المتأهلين، يعني الآن البرازيل، البرتغال، فرنسا السنغال، المغرب، أظنها أستراليا يعني إذا ما استطيع أظنها منتخبات تستحق أن تكون في الدور الثاني. أكيد يعني لو نصنف في معطى يعني الفن اللي قدموه بعيدا عن النتائج، هو التصفيات الأولى نقول اللي أهلتهم ينتقلوا للمرحلة الأخرى. لو نشاهد أنه ممكن الأحق أكثر الفرق حظوظا منتخب الفرنسي اللي هو كل يعرف أنه مرشح للنيل اللقب. يعني بمناسبة اقتراب عدنا على المقاطعة عبالكم نتيجة لا مو نتيجة لأن كل ما تقاطعنا قول ثاني. لا هو اليوم مشتغل على ألمانيا هو بمناسبة اقتراب خروج ألمانيا في ثاني مرة من الدور الأول اقتراب لحد الآن. خلونا نتابع أهداف المنتخب الألماني، المجد الألماني السابق عندما كانت ألمانيا 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 بيكن باور، مانفريد كالتس، بيرتي فوكس، يعني شاب ماير. زين شو اسم ألمانيا الغربية؟ لا حتى في حتى لا. حتى المنتخب الألماني الموحد أخذ كأس العالم من إيطاليا بالتسعين وأخذها من البرازيل في أمريكا. أخذوها بصفتهم الغربية والألمانية الموحد 2-2 7 مرات بالنهائي. أي. نهائي 4 بطولات وثلاثة خسارة 11 مرة في نصف النهائي. المسيرة الألمان دائما متلكئة كل البطولات ولكن يمضون اليوم هذا منتخب مجنسين. خليني أشوف أهداف ألمانيا عندما كانت ألمانيا وأعود للحديث معك. محبة الدائمة عبر فضائية الأيام، كل ساعة تتغير النتيجة هناك. نعم. الألمان الآن يعني طلعنا هذا الفاصل التهديفي سجلوا بكوستاريكا. نعم. صاروا 3-2 إذن مصير الألمان لحد هذه اللحظة نعيم بيد أو بأقدام أدق بأقدام الإسبان. الإسبان نعم، وأعتقد أنه في هذا ظل هذه النتيجة راح تأهل فريق الياباني متصدرا وفريق الإسباني فارق الأهداف ثاني. إذا بقى هذا الوضع على ما يقول الفارق أروح المغرب أحسن لي. الفارق اللي أخذوه في مباراتهم الأولى مع كوستاريكا ب7 أهداف أعطاهم الأريحية وأعطاهم الأدفانتج في هذه المجموعة. نعم يعني إلى حد ما يعني قد هذه النتيجة تخدم المنتخب الإسباني إذا يقول لك أنا أروح للمغرب أحسن لي من كرواتيا. ما أعتقد المنتخبات تحسب هذه الحسابات أنه ممكن دائما يحسبونها أنه لابد أنه تكون عندي الأفضلية أنه دائما أكون متصدر بغض النظر عن أنه حسابات ممكن أنا أخسر أقع مع هذا الفريق أو ذاك الفريق. أعتقد أنت وجهك نظرك وهي محترمة. خلاص أنت مدرب منتخب إسباني تروح للمغرب لو الكرواتي بس يعني لا تجامل. لا ما جامل لأنه قلت لك اللي يريد يروح يدور نهايات ما يفضل فريق إسبانيا. يقول لك إحنا أبطال عالم، إحنا من فرق المرشح.
سواء رحنا إلى كرواتيا أو إلى المغرب. أنا أقول ربما يستسهلون المغرب إلى حد ما. خلوني أرحب بالمحلل الكروي اللي افتقدناه من يومين ثلاثة، الدكتور عبد الكريم ناعم، إذا كنت معنا. شلونك دكتور؟ حبيبي استاذ حسين، أنا أشكرك، أنا أشكرك وأدري كنت مشغول الأيام الماضية في يعني معسكر تدريبي أو شيء من هالقبيل. نعم نعم، يبارك فيك ويحفظك. إذا شفت المباريات، يعني مباراة بالتأكيد مباراة المنتخب العربي المغربي وتفوقه على المنتخب البلجيكي، هل يمضي بعيدا إذا ما واجه إسبانيا مثلا؟ أستاذ حسين تحياتي لك ولضيوفك الكرام. أنا ما شاهدت بس ميزت صوت الكابتن خلف كريم وكذلك أخوي العزيز الكابتن العزيز نعيم صدام. تحياتنا لك. تحياتنا دكتور. يعني أميز الصوت يعني. أنت بالقلب دكتور. ربي يحفظكم أخوتي الكرام وعزاء الله يبارك. نعم دكتور. أنه في بطولة كأس العالم يعني الأخيرة، أنه التاريخ ما كان إلى دور كبير في تقييم مثلا مستوى اداء الفرق، ولذلك التاريخ لم يشفع لكثير الفرق في الاداء العام. اضافه لذلك انا اعتقد انه المنتخب المغربي اضافه المنتخب التونسي اضافه المنتخب اليمني اليوم قدم مباراه حديثه ممكن اذا استمر على نهج نفس العطاء ونفس الإمكانية والاندفاع البديل وربط الانضباط التكتيكي اللي حدث في المباراة، أنا أعتقد ممكن يصلون بعيدا ويمكن يتجاوزون المرحلة القادمة، على اعتبار أنه فريق شاب فريق طموح. الشيء الملفت أنه الكفاءات الوطنية بدأت تتفوق وهذا ظهرت في المونديال. رائع 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 دكتور، الكفاءات الوطنية تفرض نفسها الوطنية. ده شاهد تبا للتجنيس مدرب المنتخب المغربي مدرب المنتخب التونسي. نعم ليس هناك فروق فنية عالية بين أنه أنت عيونك زرقاء أو خضراء، إذا كانت الكفاءة الوطنية متوفرة ومنحت الفرصة الكاملة للتعبير عن قدراتها الفنية، ولذلك نجاح المنتخب المغربي انا اعتقد في احتواء الجهاز الفني العربي لادوات من اللاعبين ويعني فقط لازم المنتخبات اللي لعب معها وبالتالي قدم كره قدم حديثه بصراحه لائقه ومشرف للكره العربيه والكره الافريقيه. اعتبر قدموا اليوم ملفت للنظر صراحه، المباراة قدموها كان لاقة واحتسان واحتسان يعني كل تقدير والاحترام للمتابعين والمشاهدين لمقدموك حديثة سريعة تحتمل الجانب البدني إضافة للجانب الفني العالي جدا. نعم دكتور، يعني أعود إلى حراس المرمى اليوم كان عندهم دور. نعم. أنا شو الحارس البلجيكي اليوم أستغرب يعني أداء إلى حد بعيد. هو هناك بالمستوى عفوا الكندي اعتذر اعتقد الكندي كندي نعم. ايضا نفس الشيء. نعم. يعني ارتكب خطأ كبيرة وطبعا الاخطاء واردة بكرة القدم، ولكن هكذا محفل الخطأ مكلف جدا. انا اعتقد لخطأ الكندي اليوم في المباراة حارس الكندي القى بظلاله على النتيجة لانه ارتكب خطأ بصورة بوقت مبكر، بالتالي منح الأفضلية للمنتخب المغربي وبالتالي استطاع أن يسجل الثاني. حاليا أيضا في المباراة الجارية الحارس الإسباني الهايكوفيدس أو الثقة العالية أنا أعتقد خلته يعطي هدف يعني هدف مبكر للفريق الياباني، وبالتالي يعني كان يجب أن يتعامل معها بالسهل الممتنع بدون المبالغة الزائدة. دكتور بعض الأخطاء كارثية. نعم أستغل الوقت وأنقل لك يعني ملاحظة ابدا استاذ خلف. نعم. كثير من الحراس دي يصدون ضربات جزاء، يعني ارتقاء المستوى مستوى الصيد ام يعني تراجع اللاعبين؟ يعني ميسي يهدر وشواه يهدر
هو نوع التدريب استاذ حسين وسرعه الاستجابه الحركيه اضافه للحدث. اكيد في بطوله مثل كاس العالم يتابع الحراس والمدربين كل اللاعبين اللي ممكن ينفذون ضربات الجزاء في الفرق اللي راح يواجهونها، ولذلك على الحرس قبل اللاعب اللي ينفذون الحره اللي ينفذون ضربات الجزاء، وبالتالي يكون الحضور الذهني عالي جدا للحارس اضافه لسرعه الاستجابه الحركيه اللي تتناغم مع التوقع والحدث اللي للافضل، مثلا ينفذ على جهه اليسار وسط الملعب منه الاكثر للاعب، فبالتالي ذهنيا اللاعب ينفذ الكره للجهه اللي ينفذ اكثر مره ويسجل. ولذلك انا شفت حارس مرمى يعني المنتخب البولندي صد ضربتي الجزاء، الحارس المكسيكي صد جزاء، كثير من الحراس ردوا ضربات جزاء، ضربه جزاء هذا في هكذا مباريات، اضافه مع المنتخب السعودي ايضا يعني رد ركله جزاء، وهذا ما اتى من فراغ، هذا اكيد هناك تدريب، هناك ترجع هناك يعني حدث عالي ضد الحارس، ضربات انفعالي، كل هاي استحضرها الحارس في لحظات التنفيذ. نعم. أشكرك عاليا دكتور عبد الكريم ناعم، وأحتاجك مجددا في الحلقات المقبلة. تحياتي إليك وتحيات زميلين في الاستوديو ضيوفك. ممتن ما أنا وصلني باس من مازن السريع 4-2 بس ديش اللعبة ما أدري بيها. بعد 2-1 أنا أشار إلى نقطة غاية بالأهمية دكتور كريم، أنه التاريخ لم ينصف أصحابه، وأنا عندي وجهة نظر نعيم أنه التاريخ يعني المنتخبات لم تحترم تاريخه. يعني أنت منتخب بحجم ألمانيا تحتاج تجنس؟ أنت كرة قدم أنت 7 مرات بالنهائي، أنت من الخمسينات منتصف ذاك القرن، أنت تأخذ الكأس في 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 أتعس الظروف تيجي تحتاج تجنس؟ الناس اللي ما تحترم تاريخه التاريخ أيضا ما يوقف وياه. يعني مسألة التجنيس صارت أصبحت الآن مسألة واردة لدى كل المنتخبات، يعني لو نشاهد يمكن أغلب المنتخبات، منتخب البرتغال، الأصول برازيلية، كل المنتخبات، فالموضوع أعتقد هذا يعني منتخب البرازيلي جنس مثلاً؟ لا، ممكن البرازيلي يصدر اللاعبين، يعني منتخب البرتغال كثير من المنتخبات شاهدنا يصدر 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 هي قضية التجنيس بالمناسبة. يعني أنا يعني وجهة نظري هو يعني إذا انتشر الخطأ هو لا بالضرورة يكون صح. لا لا مو صح، أنا أقول لأنه هي بطولة للأمم، هي لأنه أنت تجي تغلبني بلاعبين، أنت منتخب إنجلترا تجي تغلبني بلاعبين أفارقة، هي هاي الرياضة كرة القدم. أنا أعتقد هي تلغي الحجوج، تلغي الحواجز، تلغي كل التفاصيل في التنافس النبيل، في التنافس الشريف، فمو تأخذ مالات وأخذ مالات. خليني أشوف يعني الأهداف اللي ممكن أنه السريع اقتناصها بسرعة من المباراتين المستمرتين إلى الآن. خلينا نشوف إسبانيا اليابان. إسبانيا هذه أول فرص ضاعت، وهذا هذا الهدف الأول لمورات. موراتي راح يسجل براسه قريب من المرمى، بس ما شاهدنا الفريق الياباني. خلينا نشاهد يعني هنا يمكن تحدثنا قلنا ممكن يعودون نفس السيناريو. نعم اللي نعم انت اكدت اللي صار مع الالمان، المنتخب الياباني لا يؤتمن جامله. نعم ايضا انت اشرت الى انه تاخر من المانيا وعاد نفس من مجنس يال. نعم 6 افارقه نعيم و3 اتراك منتخب الماني. شوف المنتخب ال74 من سيب ماير الى جيرد مولر، عجيب. ايضا هسه راح نشوف الهدف الاول للمنتخب الياباني. شوف الاراده، انا اعتقد انه فت شيء عدل، التدخل كان على الحارس والتدخل وراء، يعني بس هاي احنا شو نسوي؟ نحتاج لؤي باو هسه، هذا باو اعتقد تدخل مشروع. هنا اخطا المدافع ما ادري الكره، وبالنتيجه الكره سددت، كان انا باعتقادي كان بامكان الحارس ان يبعد هذه الكره، يعني الكره قريبه على الحارس المرمى، مو ما هي بعيده، سقوطه الى الارض يعني كان يعني ممكن كان يعني مزاويته مو بعيده بس لحد الان لحد الان التفوق الالماني لا ينفع فارق الاهداف الاسباني، فارق الاهداف لصالح يعني ممكن الفريقين الموجودين هم اللي يعني الفريق الياباني راح ياخذ البطاقه الاولى
بعدها ما انتهى اللعبه ما تعرف ممكن يعني صار السيناريو انعاد مره اخرى مع الفريق الياباني مع العلم انه كان ممكن هذا الهدف الياباني الثاني هذا منين جابها نعيم جابها من الخط هاي ليش اقول عندهم الاراده دائما خلينا نشوف هدف ملغي ولا جول اعتقد الغاب بعدين الغاب بعدين رجع لهم احتسبه هذا ريت الحاله ناخذ ما اعرف انا هسه يعني هذه شوف هاي الكره انا اعتقد على الكره ما خرجت كامل محيطها طلعت الاوت ولا لا خلينا نشوفها هذا بالبطيء وخلينا نلاحظ اكيد الفار ما راح يخطئ يعني في الموضوع شوف ما خارج او طالع لا خارج لا خارج هسه شوف هسه عيته هسه يعني ما نحكم خارج خارج بعيد عندهم عندهم فار كامل شوف خارج بعيد كابتن خلينا نشوف يعني هذا الهدف خلينا نشوف خلينا نشوف هذا الهدف توصال مجنسي خلينا نشوف الكره ربما الغى الهدف دقيقه اصبر عليه ربما هدف ملغي جول استشعار الكره تنطيك الاحداثيات لو نشوفها يعني. مره ثانيه خلي يعيد لنا لا لا عيد لا لا عيد لنا لا لا خلي عيد لنا اي خلي عيد لا 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 هاي هاي من هاي الحاله بس انتم بس وقف لي يعني ادق من اللي لا لا مو ادق والله بس خلي تباوع انت تباوع احنا مو ادق انت تباوع لا خلي نشوف لا لا شوف شوف انا اكو روح بالبطيء اكو تقنيه هل طلعت اكو تقنيه كامل محيطه ولا لا بس شوف خلي نشوف اي مو قاعد اقول لك انا اي صحيح انت شوف منها طالعه بس كابتن بس عينك خلي ابو جنات نعم نعم قاعد اشوف عينك ابو جنات قاعد دقيقه عينك ابو جنات من نقول لك وقفوا عينك انت رايح هواي على ذني ترى بعد 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 انت رايح هواي على ذني لا انا اعرف انه وقف وقف بعد 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 خلي مشي بعد مشي بعد مشي بعد مشي مشي بعد 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 مشي وقف وقف مشي بعد 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 هاي وقف وقف محيطه كامل محيطه لا لا تدري ربما الجزء خرجت الكره كابتن انت اللي يطلع الكتف ما قادر يطلع المحيط لا تباوع من لا تقدر لا تباوع من على السوريا دقيقه اصبر عليه لا طالع لا طالع لا تقوم على السوريا لا لا والله دقيقة هو هذا الهدف محسوب نحسب لا هذا مو هدف ها مو هدف انا اقول هدف هذا مو هدف راح يصير حكايه وقف انا اقول هدف دقيقه وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا لا 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 لا, لا وين رجع خليه يوقف الحاله وين وقف الحاله اصبر عليه وقف بعد وقف الحاله بعد شو بس عندك وقف وقف هذا اسمعني 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 هذه من هنا هي شنو فوق اوت باوع للفوق لكن المحيط إيه؟ هذا يجي على الخط إيه محيط الكره القوس هذا بس هي هم بعد ما لا هذا السؤال له هم بعد ما مسدد هم بعد ما مسدد لا لا مو هسه بعد ما مسدد لا مسها شوف الكره من الفوق فوق شوف يعني التقوس الكره يقول لك هذا ما نعرفه كابتن بعدها بعد ما مسدد اي بس يعني بعدها جاي اللي جاي يقول لك شيء واحد اهم شيء اخذ لنا لوي لا 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 مسألة ما بها جدال يعني أكيد إيه الفار الفار مازن إذا مازن إذا الفونو نحتاج إذا الفونو ممكن أن تحضر لنا إياه وهاي اللقطة أكيد يعني ده. بعد شوية تمشيها لا بعد ما تقدر هنا وقف لازم نجيبها عاودي كرة هنا عاد عاد شو ما رجح على العموم انتم مصرين لا لا على العموم احنا ايش علينا من الوقت على العموم مبروك احنا احنا مكيفين على اليابان يا اخوي ما ندري ايش النتائج نتعاطف وياه هسه انت قد انتهت مازن عافني مازن السريع ايش قد انتهت المباريات 4 4 2 المانيا كوستاريكا 4 2 بس مباراه اسبانيا ولا انتهت 4 2 2 1 خلاص انتهت المباراه 2-1 بهذا الهدف اذا المانيا ودعت المانيا اي بهذا الهدف بهذا الهدف يعني هذا اكثر الناس فرحين بخروج المانيا اعتقد لا هو لا لا انا على موقف لا انت هذا الهدف ذكرني بهدف شو نعم كابتن لؤي كابتن لؤي استاذ لؤي اسمعني نعم نعم استاذ السلام عليكم مساء الخير احتاجيتك اليوم وانت اليوم بالكوت ما ادري وين هاي اليوم اليوم اي والله انا عدنا اي والله ده هاي المباريات حافله الهدف الثاني شفته مال اليابان تابعته لو تروح على نروح على الحالات اللي دزينا لك اياها الحالات اللي دزيت اياها نعم شفتها وعندي تفسير كامل لها تفضل تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لضيفك العزيز المتألق وإلى جميع المتابعين ويانا نعيم بالله نعم تفضل نعم طبعا في الحالة
لحظة لعب الكرة كان مهاجم حاجب الرؤية عن حارس المرمى. لا مو عن هذا ده يتحدث عن شاغل تفكيره. نعم. ولهذا تم إلغاء الهدف لداعي التسلل. كون كان حاجب الرؤية وعلى خط مسار الكرة. نعم. ولهذا أثر على قدرة حارس المرمى في لعب الكرة. إذا هدف ملغي بقرار صائب. نعم استاذ. نعم تفضل. والحالة الثانية استاذ. كان هنالك يعني بعد الرجوع للفار، طبعا هو الحكم استمرت للجزاء على مباريات اللعبة، ولكن نعم. بعد استدعاء من الفار وتشكيك دقيق للحالة من قبل الفار. نعم. كان هنالك قدم اللاعب المهاجم متقدمة وأقرب إلى مرمى المنافس من الكرة، ولهذا تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى الفار، وكان قرار الحكم صحيح 100%. خليني أسألك على هاي الحالة أستاذ لؤي. نعم. احنا متفقين بالاوفسايد، ولكن لو ما في اوفسايد كان اكو هناك نعم. ضربه جزاء سحق على القدم. نعم. نعم. نعم لان الاعاقه كانت موجوده. نعم. من قبل اللاعب اثناء التنفيذ اثناء لعب الكره، وكان قدم اللاعب على قدم اللاعب المهاجم مما عاق وكان قرار الجزاء لو ما كانت هناك تسلل. أيه. وكان اتفق معه كان قرار الجزاء صحيح لو ما كان هنالك لاعبنا الدولي نعيم صدام يختلف وياك، لان هو ارتكاز ودائما يقطع كرات ويمين للدفاع. اتشرف تحياتي كابتن لؤي، تحياتي لك. بس انا اكيد انت ادق بالمواضيع، بس احنا وجهة نظري شفت انه ماكو احتكاك يعني حقيقه، لكن بالتالي اكيد انت الادق وانت اعلم بهذه التفاصيل. خوش يعني هسه يعني هسه قرار قريب من لؤي. اكيد يعني. ممتاز. الحاله الثالثه استاذ لؤي. نعم. الحاله الثالثه اللي بعثنا لك اياها استاذ بس حالتين وصلت. ممتاز. خلينا اسالك سؤال ايضا اختلفنا به انا والاخوه محللي ايام المونديال عبر فضائيه الايام. نعم. من يحدد الوقت بدل الضائع؟ يعني الان الحكم عنده جمله من المساعدين وبالفار وتبديلات كثيره واهداف وفرحه الهدف وما الى ذلك، هل لا زال الحكم هو من يحتسب هذا الوقت ام هناك من يساعده من خلف الخطوط؟ نعم طبعا هنالك حكم موجود في الفار فوق عليه انه يحتسب الوقت البدل الضائع كل ما زاد عن 30 ثانيه. نعم اذا هناك نعم تفضل. نعم استاذ، فهذا الحكم الموجود فوق في غرفه الفار قاعد وظيفته الاساسيه بعد المراجعات يحتسب حتى الوقت اللي يتم به مراجعه الحالات المشكوك فيها عن طريق الفار يتم احتسابه واضافته الى الوقت بدل الضائع. وهذا ما ذهب اليه محللنا كابتن خلف، تفضل اذا عندكم داخله وياك. يمكن ابو احمد احنا يمكن نتناقش على طول لان وجودك معانا يعطينا معلومات دقيقة محتاجتها جماهير الكرة العراقية حقيقة. نعم يعني بصراحة. أنت كلش عون إنه يمكن إحنا داخل الغرفة قبل المباراة نسأل إنه أكو حكم ضمن الفار يحدد وقت الوقت الضائع مثلا التبديلات. نعم. مثلا أحيانا الحكم عدة تسع تبديلات مرات هو ما يحس. نعم. التبديلات 7 و8 تفوت عليه وكل واحدة يراد لها 30 ثانية، فأنت مثل ما أنت تفضلت قلت بالجانب الآخر أكو حكم خامس أو سادس هو يحسب الوقت. هذا جانب. أكو جانب مهم أنا أريد أسألك عليه. نعم. أحياناً يكون تأخير لعب سبب الحكم، هاي نقطة مهمة. هسه تقول لي وين كابتن؟ مثلاً ضربة زاوية أو ضربة فاول والمدافعين والمهاجمين أكو عركة أكو التحامات، هو يجي يوقف. نعم. اللعب ينبه، من ينبه مرات هذه تأخذ أكثر من 30 ثانية، هذه انا. نعم. اقول سببها الحكم، لكن هي حاله ايجابيه لوقف شجار ربما راح يصير. هذه ايضا تحتسب. نعم. ام لا؟ نعم استاذ اتفق وياك. هاي من الحالات اللي شددوا عليها على طواقم كاس العالم المتواجدين حاليا في قطر. أي. انه يجب احتساب حتى الاشتباكات اللي تكون بين اللاعبين ويتدخل الحكم لفك النزاع بين اللاعبين. بس هي بسبب اللاعبين وسبب الحكم يعني، ولهذا قاعد نشاهد انه الوقت بدا يوصل يعني
من المباراة الأولى وإحنا على يعني على قطار المونديال توصل أكثر من 15 دقيقة أو أقل أو أكثر حسب معطيات المباراة. عفو أستاذ لؤي، نستثمر وجودك ويانا واستفسر عن مسألة، مسألة وجود الفار، هل ممكن للفار أن يتحكم مسألة تحديد ضربة الزاوية أو الرمية اللي ممكن تحدث داخل المباريات؟ أستاذ أبو جنات، طبعا هو سؤال مهم ودائما يسألون عليه الحكام. الفار ما من حقه أن يدخل في الركلات السابقة اللي هي ركلة الزاوية أو رمية جانبية أو تحديد يعني هوية كرات الجزاء واحتساب الأهداف والتسلل. نعم، الفار إلى يعني تدخلات محددة القانون اللي هي التسلل والهوية المخطئة في الكابتن الآخر، بالإضافة إلى دخول أو خروج يعني الكرة داخل ال. يعني أعتقد وضح الموضوع. واضح الصورة. واضح الصورة أستاذ لؤي، وبدأ الصوت يتقطع، ولكن يعني مرات ركلة زاوية تذهب بالخطأ وتمنح تفوق لفريق على آخر. أشكرك جدا أستاذ لؤي، وغدا ألتقيك بإذن الله أيضا عبر الهاتف. نرجع اتفق ويانا في جملة من الاختلافات. احنا هذا الاختلافات ننقلها للؤي وننقلها للكثير حتى نخلي الجمهور على اقل تقدير الجمهور. ليش احنا فكرة ادارة القناة قالت المونديال بعيون عراقية، قالت اريد انقل المعلومات. نعم، تجربة المونديال واخر تطورات التحكيم وما الى ذلك، انقلها الى يعني الشارع. الى الشارع الكروي او الى المدرج الى الجمهور الكروي العراقي. احنا من خلال تساؤلاتنا مع ابو احمد كابتن لؤي، ايش قد وصلت معلومه كانت غايبه عنا وغايبه عن الجمهور؟ نعم، لانه مرات مساله الفار وواجبات الفار، هل هناك حكم يحسب الوقت؟ هذا كله منو شلون حصلناها؟ حصلناها عن طريق محكم دولي. نعم، عموما يعني انا في جوابتي ايضا ثلاثه يعني اكو احداث نعيم كابتن خلف يعني تجري على هامش المون، على هذه خلينا نشوف هذه المباراة ألمانيا كوستاريكا، ولو هي انحسمت النتائج تقول التأهل. التأهل واضح لا، إذا أكو أرقام إحصائيات يعني عادة هم من تنتهي المباراة. نعم، يقول لك الأول والثاني وهي قد زايد وهي قد ناقص. واضح الأهداف والجمهور لا يعي هاي القضية يعني الحسبة من بين اليابان بستة نقاط. اليابان بستة نقاط، إسبانيا بفارق الأهداف عن ألمانيا. شقد بفارق الأهداف؟ بفارق الأهداف عن أنا راح أجهز لك يا سريع. وهاي أريده. مو إحنا أريد أروح إلى يعني أريد أروح إلى فقرة خبر وتعليق إذا ممكن ينطيني إياها يعني بينما تجهز الأهداف. ولكن على العموم يعني على العموم يعني أعتقد يعني خروج يستحقه الألمان برغم ثراء التاريخ. هذه الأهداف. خد شهادة الأهداف. منتخب ألمانيا. نعم، مجنسي ألمانيا. ما مشتيهم كلهم مجنسي. هذا منو القول؟ تعرفك هذا ألماني؟ بس هذا من الجيل. لا، لفترة من فترات كانوا حتى السمر ما كانوا يلعبون مع المنتخب أعتقد. كابتن يعني أنت يعني هي القضية شنو؟ أنت يعني هي الميزة كأس أمم أوروبا منين اكتسب؟ خلنا نستمتع بالأهداف ونسولف. كأس أمم أوروبا منين اكتسب تسميته أمم أوروبا؟ يعني الأمة البريطانية، عفواً الإنجليزية، الأمة الاسكتلندية داخل الجزيرة، هذا الهدف الثاني. الأمة الألمانية، الأمة الإيطالية، أنت من تجيبها فارقة بإيطاليا وتجيب برازيليين في ألمانيا؟ ما قيمة هذه الأمم؟ ما قيمة الكأس؟ إذا نسويها كأس الأندية بقمصان المنتخبات ممكن أن تصل. كأس الأندية بقمصان المنتخبات. يعني أكو أندية الأوروبية. إيه، هي هاي الحالة، هو هذا الحالة. يعني أنت عملية فراغ يعني للأمم، يعني أنت من تجي هل قد تستقطب أفارقة بعد فترة يمكن ما نشوف كرة قدم أفريقية متقدمة. يا اللاعب الزين جيبه، يا اللاعب الزين جيبه. يحتفظون بهم. 4-2 وخروج مستحق للمنتخب الألماني الذي بحوزته 4 ألقاب ويستنجد بالكثير من اللاعبين السومر واللاعبين الأتراك، ومع ذلك غياب الهوية الألمانية يعني الشخصية الألمانية
انا والله ذاك يوم قرات ذاك يوم قرات تعليق باحدى يعني يقولها هسه ذولا لو هتلر عدل يخليهم يلعبون يعني هذا انا اعتقد اليوم تاكد انه مقوله الكابتن كريم ناعم غياب التاريخ نعم اليوم غاب التاريخ عنه المنتخب الالماني المفارقه اللي نقلها دكتور كريم نعم. خلينا يعني احيي الجانب الاخر انا يعني اقول الامم التي لا تحترم تاريخها ايضا التاريخ ما يحترم ابو علي مو هذا الموضوع صحيح نعم. اليوم التاريخ غاب لكن اكو مساله مهمه جدا أي. انا اقول اليوم التاريخ يكتب من جديد يعني اليوم خلينا نكتب تاريخ للفريق الياباني برجال اليابانيين اليوم نكتب التاريخ برجال اليابانيين ترى اليابان بس اليابان من جول جعفر عمران هم جنسوا هم جنس بطلوا سجنوا وراهم زوجوه يابانية ولعب للمنتخب بطلوا أنا أقول لك خلي مسألة جنسوا حتى وراه اليوم اليوم أنت من تفوز اليوم كتب التاريخ نعم. باكر شو يصير التاريخ يصير وراك عليك أن تستمر بكتابة التاريخ واليوم هم من اليوم هم كتب تاريخ جديد أول طاقم نسوي يقود كأس العالم هذا فال على ألمانيا سيء جدا خروجهم في هذه المباراة يعني أول ما أجوا وخلوا وديهم هيك مكممين أفواهنا على قضية لا تستحق الحديث نعم أكيد يعني عندنا تقرير أيضا بصدد هاي اليوم هذا أهداف كوستاريكا كوستاريكا اللي ما لعبت وين منتخبنا الوطني تسجل مرتين في المرمى الألماني أي نوير خطأ يستحق أنت اليوم كارههم لا لا أنا معجب بالكرة الألمانية يعني من أيام يعني كانت تمتاز أستاذ أكيد الكرة الألمانية معروفة بالاستقرار التدريبي هلموتشون 22 سنة ما أدري إيش كل تاريخ الكرة الألمانية كلها كابتن نعيم أكو مسألة مهمة هسه بعيدا عن التهاون يعني الحارس أعتقد اليوم نوير كابتن نعيم مشكلة كبيرة في منتخب ألمانيا كابتن نعيم مشكلة كبيرة أكو مسألة مهمة جدا لو تركنا جانبا كرة القدم نعم اليوم العالم كله متجه باتجاه الفوز بالفوز بالميداليات الذهبية يعني إذا دخلوا بالأولمبياد وجهه نظرك ناخذه في حلقه مقبله نعم ما اعرف مو احنا نسولف حديث المباراه يا نسولف حديث المباراه لا انا راح اسولف لك سالفه انت تتكلم على التجهيز كابتن المباراه بس لاحظ المانيا يعني ما انتهت المباراه خلاص نوير اخطاء الحارس والمانيا صارت خارج اللعبه بس بنتكلم على التجنيس اليوم كل الدول تجيب الأفارقة يركضون بالمسافات القصيرة والطويلة على مود يأخذون ميداليات ذهبية. مضبوط ولا لا؟ شوف هذا. نعم. معروف. يعني إيش أصبحت؟ أصبحت أنا أريد الفوز أو الانتصار أحققه بأي ثمن؟ أستورده. أشتري بفلوس. هو مستوردينه. إيه أستورده. أشتري بفلوس. تم الاستيراد. وصارت حالة عالمية. أكو أستاذ حبيبي ليش؟ لا صح. ليش؟ ليش؟ ليش إحنا متفقين إنه الرياضة شنو؟ رسالة السلام بين الشعوب صحيح. بعيد عن القيود معك. رسالة السلام الرياضة بالعموم مو فقط كرة القدم رسالة السلام لا يعني أنه أنا جاء عندك وأنت تجي عندي تأخذ مواطنيني وأنا أخذ مواطنك السلام لك ما لك ولي ما لي وأن نتسالم خليني أروح إلى تقرير حضر الزميل مازن السريع أهلا بكم مجددا أنت جاي ضيف عندي نعم. احترم خصوصياتي هذه نعم. رسالة السلام نعم أعتقد العفو القوانين هو صراع بين اللوائح الاتحاد الدولي وبين القوانين الدول المضيفة نعم. لكن بالمجمل أعتقد أنه قطر استطاعت أنه تظهر الهوية الإسلامية بأحسن صورة من خلال هذا التنظيم أنا أقول قبل ما تقام بطولة كأس العالم يجب أن يكون توحد بين قرارات الدولة المضيفة أين كانت هذه الدولة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي يوصلون إلى صيغة محددة بعدين يتم تعميم هذه الصيغة على الدول المشاركة في كأس العالم يعني مو تأخذ اللي أنت تريده وبعدين تجي تطن هذا اللي يعني هذا عموما فقرة خبر وتعليق في عجالة يعني نقل لنا الزميل علاء وأحمد هذا اليوم وفي متابعة أولى بعث المنتخب المغرب الشقيق رسالة بالغة في الأثرين الإنساني والسياسي حين أصر الأسود الأطلسي على الاحتفال بتأهلهم للدور الثاني وتصدرهم للمجموعة F رافعين العلم الفلسطيني تعبيرا منهم عن المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وعن الرفض العربي
الشعبي للمساومة والتطبيع. خلف أهم شيء أنت قلت الرفض الشعبي، بعدت عن من؟ بعدت عن الحكومات وقرار الحكومات. ما معنية إحنا الشعوب. الشعوب باقية، الحكومات زائلة. اليوم طبعا يمكن الوطن العربي والإسلامي كله بأكمله كان واقف مع الأخوة المغاربة، لأنه اليوم هي حالة فرح. نعم. من الشرق إلى الغرب. لأنه النتائج رائعة جدا. نعم. يعني أنا أفوز على أقوى فريقين بالمجموعة، وبعدين الأهم من هذا كان في داخلهم، أكو إحساس. نعم. إحساس وطني وقومي بمظلومية الشعب الفلسطيني. رائع جدا. شلون تقرأ هذه الاحتفالية؟ أنا أعتقد أنه بهذا المحفل الكبير بعد الفوز بعثوا رسالة قوية، مو فقط للشعب العربي والإسلامي، لكل العالم، أنه هناك شعب مظلوم، قضية كبيرة لدى يجب أن يلتفت لها الآخرين. نعم. بعد الحرج من تفاقم عدد المنتخبات التي تشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم إلى 48 منتخبا، وتوزيع المجموعات إلى 3 منتخبات بين 16 مجموعة، اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى دراسة إمكانية إدخال ركلات الترجيح من علامة الجزاء في مرحلة المجموعات اعتبارا من النسخة المقبلة، ويتم التفكير بمنح المنتخبات الفائزة بالترجيح نقاطا إضافية في حالة انتهاء المباريات، وتقتضي البطولة وجود جولة إقصائية. شلون تشوف نعيم 48 منتخب؟ يعني أعتقد أنه 48 إذا أصر الاتحاد الدولي على إقامة هذه البطولة ما راح أعتقد يلاقي قبول بمسألة المجاميع تكون على 3 فرق، لأنه أكيد راح هناك تكون مشاكل كبيرة في مسألة الانتظار، في مسألة حسم هذه المجاميع. أعتقد أنه راح صعب أنه هنال قبول الجميع بالاتحاد الدولي أو الجمعية العمومية بالتحاد. نعم الكونغرس، بس هم موزعينها بين 3 دول يمكن حاسبين هذا الحساب. شو تشوف أستاذ خلاص؟ أنا أقول هذه الفكرة ما راح تتم باعتقادي يعني. لأنه كثير من يمكن راح يلجؤون لمن؟ لرؤساء الاتحادات القارية ويأخذون رأيهم بها. يمكن إحنا القارة آسيا أكو هذا العدد الهائل. نعم. من الفرق اللي يشارك في تصفيات آسيا. لا أنا أعتقد الاتحاد الدولي فيونتينو حسب تصريح أنه 48 ممكن يقام هذا الموضوع، بس مسألة أنه توزيع المجاميع بهذا الشكل ما أعتقد أنه يمشي. أنا تكلمت ويا أبو علي. نعم. نعم. الـ 48 على 4 كم مجموعة صارت؟ هوايه تصير مجموعات على الحسبه، صير 12 مجموعه. ممكن 12 مجموعه حسبنا احنا، ممكن يكون افضل الثوالث 12 مجموعه. افضل طريقه انه ياخذون افضل الثوالث. اذا ممكن الوقت حتى نستغل، اريد انتقل الى مباريات يوم غد، يعني ايضا هي مباراه حاسمه، يعني في مجموعه دون اخرى. ففي المجموعه سي، جي، البرازيل الكاميرون، البرازيل بستة نقاط والكاميرون بنقطة واحدة. شلون تشوفون الوضع؟ يعني المعطيات الموجودة أكيد هي تميل إلى كفة الفريق البرازيلي، وإن كان غياب نيمار، لكن أعتقد المعطيات كلها تأشر لنا أنه الفريق البرازيلي هو اللي ممكن يكون لا الفوز. هي الأهم من هذا، خلينا نشوف. قولي المباراة البرتغال ضد من؟ البرتغال، مو البرتغال أنت تقصد، يمكن سويسرا صربيا. صربيا خليها، استعجلتني. أيه. يعني انا اردت اشوف رايك، يعني الكاميرون لا تحتاج الا الفوز، يعني كاميرون محتاج الفوز. اي صعب فوز على السامبا. وسويسرا، سويسرا بثلاث نقاط، صربيا بواحدة. أيه. اذا هل فريق صربيا قادر على هزيمة سويسرا؟ هذا سؤال الاهم. يعني هو سويسرا المستوى متقارب، ولكن ربما تميل كفة إلى صربيا. أنت تتذكر يعني وقت نحلل الفريق الصربي. أيه؟ فريق الصربي قدم مستوى رائع جدا. أنا وجهة نظري صربيا سترافق البرازيل، لأنه 3 نقاط سويسرا، صربيا نقطة واحدة، الفوز لصربيا بعيدا عن تلك النتيجة. كاميرون إذا حصلت حالة تعادل، البرازيل ما عتت نقطة واحدة. النقطة واحدة صعبة. يعني نقطتين يصيرون. يعني أعتقد الأمور واضحة باتجاه يعني البرازيل صربيا ممكن. إلى حد ما وفق المعطى الفني. أنتقل إلى المجموعة الأخيرة، المجموعة H، البرتغال بستة نقاط، كوريا الجنوبية بنقطة واحدة. نعيم، يعني منتخب البرتغال قدم خلال مباراتين أعتقد مستوى أهله أنه ينتقل للمرحلة الأخرى. يبدو أن الفوارق كبيرة. نعم. بغرب القارة بين كوريا واليابان. خلاص والله راح أقول لك، اليوم الفريق الياباني يعني بتتصوري إذا أكون فريق كان ياخذ 9 نقاط من كل المجاميع هو الفريق الياباني.
كان متاح متاح يعني لو اليوم الفريق الياباني داخل بالتصفيات وماخذ الدرجة الأعلى بين كل الفرق إيش راح تقول آسي؟ نعم. وأنا حتى الفريق الكوري بيني وبينك يعني قدم كرة رائعة جدا يعني حتى ما يستحق أن يخرج من البطولة. يعني ترد صعد كوريا على حساب غانا. خلنا نروح المباراة الثانية. غانا بثلاث نقاط وفرصة يعني جادة. الأوروغواي بنقطة واحدة ووضع حرج. يعني أوروغواي اعتلق بين تعرف. أكيد أوروغواي تاريخ قديم في بطولات كأس العالم، لكن الآن ما إحنا تحدثنا التاريخ. التاريخ لا تحدثنا على التاريخ دائما، وأعتقد هاي قد مرحلة انتقالية. تاريخ الآن بعد ألمانيا، وشاهدنا فوز السعودية على الأرجنتين، كثير من التفاصيل اللي ابتعد بها التاريخ عن الأسماء الفرق الكبيرة. أيضا أنا أعتقد غانا الآن في هذا المستوى اللي قدم من خلال المباراة هو الأكثر حظوظ بالفوز على الأوروغواي. خلاص غانا فريقك المفضل، وانا وياك ويا غانا، لانه شوف انا اقول منذ غياب 2010 فورلان واوسكار تباريز المدرب ودول الفطاح اللي كانوا موجودين بالفريق، الفريق تغير. قد يكون الفريق الاورغواني في هذه النسخه هو أسوأ نسخه. نعم يجي للنهائيات لكن لا يظهر الأوروغواي الحقيقي. هم الأعمار حتى الأعمار سواريز كبروا يعني أعمارهم أيضا كافاني يعني كبروا آخر مشاركات اللي هم معتقدين. أشكر لكم هذه الإفاضة في مباريات الأمس ومباريات الغد، وغدا على المحبة نلتقي. أحبتي متابعي فضائية الأيام، إلى هنا ينتهي يوم المونديال، لكن المونديال مستمر في لقاء سيتجدد معكم غدا. أثبتت المرحلة الأولى إلى حد بعيد أن الأمم والشعوب التي تحترم ملاكاتها الوطنية هي الأبهى دوما. إلى لقائنا غدا.